الدراري في المدرسه كيموتوا هما دخلوا لداخل باش يديروا لهم الاكسجين. الوالده كتقلب لقات الاكسجين خاوي، داروا لي معاد شي خاوي كي واش فهمتي. خاصهم يفتحوا تحقيق يشوفوا الاسباب ديال هذا الشيء ويتابعوا. عندي خويا اختي هي اللي وقع عليها داك الشيء. ولدي الصغير عنده 5 سنين كيقرا في الروض بحسن يوسف حفظ الله، ولي نجيب اعجوبه سبحان الله فهمتي. واختي راه باقا لداخل اخويا، راه قال لك داروا لها الاكسجين، والوالده ملي قلبات القرعه ديال الاكسجين لقاتها خاويه، داروا لها هاد شي يوم ما كاين سبيطارات لا والو. خويا صراحه خصهم يفتحوا تحقيق ويشوفوا السبب ديال هاد الشيء ويعاقبوه فهمتي. خص تتم المعاقبه ديال هاد الشركات، واخا تكون ديال من تكون ديال الوزير ولا ديال رجل الاعمال ولا فهمتي، وكما كان خصو المسؤول على هاد الشيء خصو يتعاقب. الشرطه العلميه، الشرطه ديال البيئه فهمتي، خصها تدخل في هاد الشيء اخويا. البارح كان السين، اليوم السبيطار كامل بلان، شي الاجنحه ديال الولادة، أجنحة ديال الجراحة، أجنحة ديال الخطر، أجنحة ديال العظام، وأي جناح عامر بالدراري الصغار، وكل سرير فيه 3 جوج، الممرضات أش غيديروا؟ المهم كاين تقصير من وزير الصحة ومن رئيس الحكومة في هادشي كامل، وهذا طفل، طفل اللي كيوسع عليه الدستور المغربي، إلا ما غنبقاش نصيف صافي، غنطلعهم كل الخير، حنا ما قريناش حتى هما ما يقراوش، صافي أنا جدي راه كيقرا في إمام مسلم، على ما أظن مات بسكتة قلبية بالكاز.